هذه الدنيا لا تحتاج للزعل، الناس تزعل فيها من بعض وتعادي فيها بعض، والأخ يفقد أعظم هدية الله أعطاها له في حياته، أخوه، أبوه، أمه، إخوانه في الله. سيدنا موسى قال رب اشرح لي صدري، وأظن شرح الصدر لا يكون إلا قبل معراج أو تنزل. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، عشان نعرف أن الذكر مش مجهود منك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. لسه لغاية دلوقتي الدنيا بتضحك عليك، بتخليك تفقد الوزير من أهلك، أخوك. أخوك إن ما كانش من صلبك يبقى من أخوك في الله، أخوك في الإنسانية، أخوك في الإسلام، أخوك في التوحيد. واجعل لي وزيرا من إيه؟ من إيه؟ واجعل لي وزيرا من أهلي. أنا عايزك بقى تقف عند اجعل لي وزيرا من أهلي دي دقيقة. سيدنا موسى عليه السلام قال اجعل لي مريدا من أهلي، ها؟ عمل شيخ على حد، عمل عمدة على غيره، عمل زعيم على أقرانه، عمل أستاذ على طلابه. بالعكس، كان يكلم الله، وإذا تكلم عن مريده قال واجعل لي وزيرا من أهلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد منكم على أحد من أصحابي شيئا، دعوني أخرج إليكم سليم الصدر. يا عم سيبوا الناس مع الله، السماوات والأرض قالت دعوني أنطبق على ابن آدم، الأرض تقول دعوني أبتلع ابن آدم، الملائكة تقول دعوني أنا أخذ ابن آدم، يقول لا 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 دعوهم لو خلقتموهم لرحمتموهم، فإن عصوني فأنا طبيبهم وإن طاعوني نحن بين طبيب وحبيب. يا عم ما تخشش في اللي مالكش فيه، احنا لينا الا ربنا. ما تضيقوش على الناس قلوب اهل الله، فقلوب اهل الله من مظاهر رحمه الله. اتقوا الله في الاخوه، اتقوا الله في الاخوه، اتقوا الله في الاخوه. فدعونا نخرج للناس ونحن في كامل الصفاء. سيدنا يعقوب عليه السلام جاءوا ابنائه له وقالوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. يا عباد الله، إن أليم وقع هذا الكلام على قلب يعقوب كان أشد من قولهم عند فقد يوسف فأكله الذئب. تعرف لما جم قالوا يوسف كلوا الذئب وماتوا خلاص وخلصنا، ما سيدنا يعقوب صبر. إنما لما قالوا يا أبانا إن ابنك سرق قال يا بنيّ اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ما قالش ابني ما سرقش، ليه؟ لأن وقع أليم هذه الكلمة على قلب يعقوب كادت أن تفتك به. الإطاحة بالغير، كل واحد عايز يخلو لكم وجه أبيكم، وده ما ينفعش في طريقنا يا جماعة، ما ينفعش في طريقنا.